السبعة إلا ربع. وإس أجل أجل الإطفائية ما طفيناها بساعة ونص ساعتين أجل الإطفائية وأجل الأمرس مع بعض. أها. يعني صار كل شيء خالص. خالص. ما كانش قدامي إني أسوي إشي. ولا إشي. ومين اللي طفاها؟ إحنا الجيران حوالينا كله ما فيش مي، جبنا مي من هون من هون طفيناها. أها. لو كان في إطفائية هون منطقة سخنين يمكن كان. كان عملوا إشي يعني. حبيبي تحكي لنا شو اللي صار عندك؟ طلعت على التلوليع عشان أي ساعة؟ ساعة ونص سبعة. تخبط شو تساوي يعني؟ اليوم طلعت الأولاد. ما أعرف شو تساوي. طبعاً الحريق كان في مدخل الدار يعني بالصالون. وكان صعب انك تقدر تتحرك هون، كيف استطعت انك انا شايفين انك في اصبت حتى غصب عنك بدك تفتح الباب فيش يعني انت كنت مستعد انك تتحمل انك انت غادر للصوب انا فيش طريق من هون يعني غصب عنك فتحت الباب وطلعت الاولاد وتركت الدار مولعة يعني تولى والله شو عمل شيء حدا من الاولاد اصيب باختناق؟ لا سالمين الحمد لله. ثواني يعني ما صبرتش عليك. كم ولد عندك اللي تخليه؟ ثلاثة. استطعت انك ثلاثة تطلعهم هي؟ أنا حملت اثنين ومرة واحد. شو تساوي؟ ان شاء الله برضه المرة ما أصيبت. لا ولا شيء. الإطفائية أجت بالوقت بعد ما اتصلت فيه تأخر حسب رأيك. بعديها بساعتين. ما أجت. تطول على الدار منيح. يعني انت طفيتوا الدار بجوز كل خاصه احنا اشتغلنا في الجيران